برز عن نصابي أساي توابوا لسادة باس لسطو حفتة ودو كس ذكرت برلمانتاري شي شتي هاتو قناعتي بنصابة كنية الله نصاب نية خوش ماردويتي كان كس يشتر لقل يانز ماردوي أنا لسادة نصابي أساي توابوا طبوا اثنين هسا استاذ فريد طبوا اثنين اثنين جدد سباس بخو ام جارش ارادي حق خوازي ارادي راستي خوازي ارادي اواني كاني ودا كوشي لدنجي دنقدراني عراق بقشتي وخلط يريمي كردستان بتايبتي بكن سركود بسر او حزب ساخت كاراني ك ديانويس ام جلسية انجام ندريت لإستاذ الرسوخو دانشتني برلمان عراق دبينن ونبتدئ بقراءة آية من الذكر الحكيم النائب سليم همزة بجوري بيرمينا أخو خوتا نزان همو دانشتني قبل بچن آياتيق لقرآن بيروز دسببكا استاما مصا سليم شوشكي برلمانتاري كومال إسلامي چن آياتيق لقرآن بيروز دسببكا Thank you.
هو جاري شي تريش لسر داوي برلمانتاري كي شي تيج ميردرا ايوا ام جاري تر نصاب قاوب وام جاري شر سلمين راه كان نصاب نصاب متحققه سيرو شي برلمان جرايقيا سيد الرئيس سيدا السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون تقبل الله طاعاتكم في ظلال شهر رمضان السلام عليكم جيجري سيروج برلمان اشتاكين في الهواء يجب أن يصاب كواوا برلمان كاري شي شي فيه شهر قناعنا يا قناعة هو اسمعك جاء قناعة كي كبرو الشهر أيها السيدات والسادة يعقد مجلس النواب تصويت على قانون تعديل قانون الانتخابات الثالث والذي يأتي ملبيا لحاجة المرحلة والظروف وعاكسا للإرادة التشريعية التي يسعى من خلالها مجلس النواب العراقي لتصحيح مسار الانتخابات العراقية بما ينسجم والنظام الديمقراطي البرلماني الذي دفع لأجله العراقيون ثمنا باهظا حيث كان هذا الثمن عقد ونصف من تاريخ العراق ودماء عشرات الآلاف من الشهداء وأوجاع آلاف الجرحى وأحزان آلاف العوائل العراقية التي قدمت الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن. إننا أيها الأخوة والأخوات لا نبغي في هذا الحراك البرلمان الواعي الذي يلبي متطلبات اللحظة التاريخية للعراق إلا إحقاق الحق وتنزيه العملية السياسية والانتخابات من الشكوك التي وصلت إلى مرحلة اليقين الأمر الذي سيؤدي في حال بقيت هذه الشكوك إلى تأسيس القادم على بناء متزعزع غير صحيح يبقى محلا للارتياح. ولذا فإن مجلس النواب العراقي ومن خلال أداء التشريع الدستوري الذي يستمر إلى يوم 30/6/2018 يعمل إلى اللحظة الأخيرة لإنجاز التشريعات اللازمة بناء على حاجة الوطن والمواطن ومتطلبات المرحلة التي ينتبهها لها الموقف التاريخي في الوقت الذي نثمن فيه القرار الحكومي الذي دعا إلى جملة من الإجراءات التي من شأنها تصويب الوضع مع كل جهد وطني يسعى إلى إرساء الديمقراطية وتحقيق العدالة الدستورية والقانونية ومنع المحاولين العبث بمستقبل البلاد من أن يكون لهم إرادة لتحريف إرادة الشعب. وهذا الجهد الذي يقوم به مجلس النواب العراقي هو الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح حيث سيحصن العملية السياسية والممارسة الانتخابية من أطماع الفاسدين أو المزورين الذين يسعون للوصول إلى مصدر القرار من خلال سرقة إرادة الشعب وتزييف الحقائق. إن مجلس النواب العراقي الذي يقوم بمهمته الوطنية لا يمكنه أن يتغافل أو يتجاهل الحاجة الشعبية والوطنية للوقوف في وجه التحديات التي تواجه الوطن وفي مقدمتها أستاذ السروجي برلمان وتي وتي استراتيجي السكب يشكل ذكاء بس لو ذكرت ك هوي أوبر بسيارية تشريعي والرقاب الوطني ك الأسلوي أنجمي من رأي رقبو في مزب بوي ك كمالك هنجاو بني وراس كدنوي أو أزمي ك أزمي سخت ك أريكاني هم جاردمو بشي شيء بفرام من سادة سروتشي برلمان لو رو وتاريخ يشكل ذكاء والمجد والخلود للشهداء والعافية للجرحى والعزل للوطن. السيدات والسادة، بداية أطلب من المجلس الموقر التصويت على تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي تم الإعاز لها في عملية التحقيق سلفا وقد أجرت جملة من اللقاءات والبيانات والإصلاحات وكاري شيء كدو أنجامي كومالا كان قاوي شينا وبرامي سافي وسيبا التصويت كدو نحبه المجلس. نعم تمت الموافقة على تشكيل هذه اللجنة. اللجنة المعنية كتبت تقريرها الذي سيوزع إلى السيدات والسادة أعضاء المجلس، والذي إذا ما أتيحت الفرصة لقراءة هذا التقرير بعد التصويت على مقترح القانون وهو موجود لدى السيد رئيس لجنة تقصي الحقائق النائب عادل نوري، أطلب من المجلس الموقر اعتماد التوصيات التي قدمت في تقرير لجنة تقصي الحقائق بصيغة التأييد من المجلس.
وزعوها على الأقل مختصر سيد الرئيس، مختصر من التقرير يعني بشكل رؤوس أقلام. بعد التصويت على مقترح القانون ستتم قراءة التوصيات لضرب التصويت عليها إن شاء الله. الآن نشرع بقراءة القانون لضرب التصويت عليه. تفضل. أو نسمع كيف كنوي أو روجع سعيك كنوي قم دومي بكرة أو إستاد بس أنت كذنك أما أبلم لسر مسألي رب كنوي بشي قلت دنداني ناو تشكان ولا سر مسألي إجراءات وردتن برعمر بكوميسيون ناكو شي هي لبيني أنداماني كان بجدار بولم دانيشتنا قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي. وفتنا زان برزان أما همواري سيمي يا ساي جمارة تشمكين جي صار جوزارو سيانزي برلماني إلي هالجار نكاني برلماني. تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز يدويا لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق وبحضور وكلاء القيادات السياسية، ويلغى العمل بجهاز تسريع النتائج الإلكترونية وتعتمد النتائج على أساس العد والفرز اليدوي، ويشمل هذا العد والفرز لكافة حتى المحطات الملغاة منها. تصويت أو دنج درابويك لصدع صدي ويزد كان صدى صوتي ويزقى كان بدست بجمع البيت وتنانك أو ويزقى نشك السوتين راو من رفت راو نتوجع نشك بدست بجمع البرينة باركود أوراق الاقتراع واتخاذ القرارات اللازمة بشأن ذلك. تصويت أو باركود أنا كدوبارة من أوساع سكاريان في عقراء وشي نبرا بإذن الله. أصوات الأقليات المشغولة بنظام الكوتا تلغى نتائج انتخابات الخارج لجميع المحافظات وانتخابات الحركة السكانية لمحافظات الأنبار صلاح الدين إديالة وانتخابات النازحين في المخيمات وانتخابات التصويت المشروطي والنزلاء في السجون وانتخابات التصويت الخاص انتخابات تصويت خاص يجلى يقيم كرسان هنا ونينوى ونينوى ونينوى. ما هو النص؟ إشكال دروز هو لسروي كمتصويت خاصي نينوى وحركي سكاني وأنا بشيش عن دواعك أنت نينوى شي كابي بلان دنقداني خاصي هرمي كردستان دنقداني تايبات رتكريتوا أسمع وجهتي نظر دو دو بوتشون هي نظر لسر مسلي نينوى بنينا وعلى وجه التحديد. فإذا شئتم تصوتون صوتوا، ما تريدون تصوتون لا تصوتوا بشكل واضح. أستاذ عبد الرحمن وأستاذ محمد دو بيرو بوچوني جواز هي لسر مسألة نينوى اسا هر دو بيرو بوچونا كدا كوشي لا تضاف. استاذ محمود لا تضاف فقرات غير متفق عليها. شكرا سيد الرئيس. ما هي المضافة اللي تشطب؟ تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس أقضية الحضر والمعاج وراحية العمطار والقيروان واللي منها النواب السيد زاهد الخاتوني والمتكلم والسيد علي الجوتي اهلنا الان هم قسمين 30% على دين من فتحه مخيمه. يعني الان في العب على سبيل المثال عندنا 74 محطه اصليه من فتحت، تتمنى 12 محطه فقط حركه سكانيه. يعني احنا ما عندنا كل هذه الاقضيه، الاقضيه الاثنين والنواحي ما فيها يعني مراكز اصليه، فقط توجد فيها حركه سكانيه 30% و70% نازحين. الان اذا الغيت احنا بنينا وما عندنا مراكز وهميه مثل ما صار في الانبار وفي صلاح الدين. الغاء الحركه السكانيه والمخيمات يعني ما راح يكون عندنا ولا صوت، لا اني ولا علي الجوزي ولا زهر القادوني ولا نعم. شكرا. اذا وجهه النظر نعم هذا ظلم. اذا السيد محمد تستمعون ونعلم. نعم لا نفس الفقرة حتى يصير واضح عندكم. سيادة الرئيس ما حصل في نينوى كما حصل في الأنبار وحصل في صلاح الدين، نسبة التزوير في نينوى
حسب التقارير الأولية 41%. اليوم إذا أريد أستثني حسب مزاج يعني حسب مزاج جنابك ومزاج الآخرين هذا مو شغل. إما أن تطبق على دينهم وتطبق على المحافظات الأخرى وإما أن ترفع. إحنا حالنا محافظات أخرى حصل عندنا تدبير في كل مكان فتطبق على المحافظات الأخرى. أعرض الناس بلا نينوى ورأيكم وأعرف بوجودهم. خلاص هاي هي سيد الرئيس. الناس هاي هي مرفوع من نينوى باستثناء نينوى ضمن إطار المحافظات تصويت. الناس مع نينوى. نعم شكرا. فيما تقدر في حالات التزوير نعم تفضل. الناس نعم نعم نعم. السيد محمود الحسن المادة فيما تقدر في حالات التزوير تفضل. مادة في حال وجود مخالفات تتطلب إلغاء بعض نتائج الانتخابات في المراكز الانتخابية للهيئة القضائية للانتخابات. احنا النص الأول انتهينا منه. تفضل. في حال وجود مخالفات تتطلب إلغاء بعض نتائج الانتخابات في المراكز الانتخابية فللهيئة القضائية للانتخابات المنصوص عليها في المادة الثامنة بند 3 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 15/2007 المعدل صلاحية إلغاء هذه النتائج. تصويت. تمت الموافقة. نعم. المادة الرابعة ينتدب مجلس القضاء الأعلى 9 قضاة لإدارة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتتولى صلاحية مجلس المفوضين بدلا من مجلس المفوضين الحالي وقاضيا لكل مكتب في من مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظات بدلا من المدراء الحاليين وتنتهي مهام القضاة المنتدبين عند مصادقة أو مادة يتشكل مع دهرة جرينجا كان كنو داد وردخات الجبي أو نو كسي أنجمان كومسياران وبري وبري مكتبة كان يجل فارس كان الآن قاضية كودا أنه كومسيون إعفاء أكري وبري وبري قشي كان يشار إعفاء أكري. تصويت. تمت الموافقة. الله أكبر. ليش يقول باشري او ما دانيك كوميسيون من هذا القانون على انتخابات مجلس النواب الكوميسيون علي بعد الناس تفضل. نو قاضي اخر تجي كوميسيون كان بري وبري بابلين بنك كان كاتا بابلين بريو بري كوميسيون لسليماني لهولير لدهوغ لهتيك راي فارسقا كان لجيقي اوان دا اندريد لجيقي اوان قاضيك دا اندريد بجوري او برياري فارلمان هذا شنو اكو نص عنده سياده الرئيس هذا ما يحتاج ما يحتاج والله ما يحتاج خل اي خل هذه مقعده سقط القانون تفضل لا 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 وخلاف ذلك سبقه وخلاف ذلك يفقد مقعده الانتخابي الذي يليه من القالب الذي انتقل إليه لا 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 يقف إلى هذا غير دستور
الأسباب الموجبة. الأسباب الموجبة. تحقيق الشفافية في نتائج الانتخابات. تحقيق الشفافية في نتائج الانتخابات وحفاظا على النظام في مراقبة الحرائق ولحماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة في نزاهة الانتخابات وعدالتها ولثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الإلكترونية وتسببه في عدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولإجراء العدل والفرز اليدوي في عموم العراق. أسبابي موجبش هو فساد كرا استمع وتوبويك قانون برهمته دنجي لسر بدري يضاف نص إلى القانون كاظم الشمري تلغى المادة الحادية عشر ثالثا من القانون وتقرأ كالآتي: ألف، يعتبر العراق بالنسبة لمقاعد الكوتا للمكون المسيحي دائرة واحدة وينظم سجل انتخابي خاص بهم. أحسن. لا 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 لا، جيد جدا هذا. نعم. تمت الموافقة. تصويت. سيد الرئيس تمت الموافقة. كاتا لأن كل المرات الأحزاب المسيطرة يجيبون أصوات المكونات. بس هالمرة حزب الديمقراطي الكردستاني سيطر على أحزاب المسيطرة يسووها دائرة واحدة وقائمة انتخابية خاصة. برز يعني سأويك زور جرينجا أوي دندان وكالبات لكل مسارة تكيه دوار أويك زور جرينجا أوي كالصدى صدل صندوقتها أبي بدس بجميع بني توار أويك زور جرينجا أوي جماعتي كومسيون نامي من بلقنو قاضي أخلي تجيليان لباريس غاكانش أبي قاضي بقية تجيليان حسب أو قانونيك لبرلمان تعديل كراوة إسا برادرك لو فمي لقائمك على ويدا وكاريش هي على كجرب حسيك لكتليك وبوازيته بكتليش ترعزلتي لدزلا خارج السياق الطبيعي للغاية المبتغار برزان قانون او تعديليك في اسمان بو وقخو جيبا جيكرا او تعديليك في اسم بو بوري غريلة ساختكاري وقخو جيبا جيكرا والرويشت او ايك زور غرينجا او اي دوباري بكم او ايك دنگكان لسرتاسلي عراق داتيك رائج ميردرينوا و او ايك غرينجا او ايك دنگداني خاص لكردستان ردكريتوا كومسيون او نوكسيك كومسيار نوقازي اخرى تجيغيان ولا مكتبي محافظات شاديسان وأمانة نامن وقاضي أشياء تجيغيان بري وبري مكتبه كان ولإستادة لإستادة لإستادة دان ويت تصويت لسر أو راس بردان بكم كالجني شايبتي تقصي حقائق لبرلمان